هردبشت يبحث عن شركاء. على ذمة وسائل الإعلام فإن مجموعة من الألمان يضعون صورهم ومعلومات مفصلة عنهم تصل إلى نمرة الحذاء على الإنترنت، ويعلنون عن استعدادهم للقيام بالمظاهرات مقابل أجر. نعم، يحملون لافتاتك وبوستراتك، يهتفون، يحملون واحدا منهم على الأكتاف، وربما يشتبكون مع الشرطة مقابل أجر يصل إلى 150 يورو على الرأس في كل مظاهرة. إنه مشروع ناجح يا جماعة الخير. من يشاركني في إنشاء شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة؟ والموافقة مضمونة على الطريقة الأردنية. كل ما علينا هو استئجار مكتب والإعلان عن فرص عمل للطموحين من مختلف الأعمار عن طريق ملصقات على أعمدة الكهرباء، إذ ينبغي أن يشترك الشيوخ والشباب والنساء والأطفال حتى تبدو المظاهرة بشكل لائق وحقيقي أمام الفضائيات. طبعا لا داعي للتفرغ، كل ما على المشترك في برنامجنا هو الحصول على إجازة أو مغادرة من موقع عمله لساعتين زمان، والقدوم إلى المكتب لاستلام الشعارات والهتافات، والانطلاق إلى موقع المظاهرة الذي هو في العادة مجمع النقابات المهنية، أو أمام مبنى مجلس الأمة، أو ساحة الجامع الحسيني الكبير، أو جامع الكالوت. لكن يمكن نقل هذه المظاهرات إلى القرى والبوادي الأردنية، والتي قد تتطلب الاشتباك مع قوات الدرك وتحمل الغازات المسيلة للدموع والاعتقال، وربما الضرب المبرح، وربما التحويل إلى تلك العمارة المبهجة جدا في شارع الشعب. إذ ليس من الجيد أن نهين أبناء عشائرنا وقراءنا في مواجهات مع شرطتنا، فالجرح في الكف، لكننا في ذات الوقت لا نستطيع أن نقف مكسوفي الأيدي بينما أبناء العشيرة أو الحزب يتظاهرون خلال فورة الدم. لذلك فإن استئجار المتظاهرين المرتزقة هو حل ممتاز يرضي الأطراف الثلاث. للعلم أنا شاطر في تأليف الشعارات والهتافات الموزونة، وقد شاركت خلال الثمانينيات في كتابة الكثير من الهتافات للمظاهرات التي كان يقوم بها أو يقودها طلبة الجامعة الأردنية، ولا يزال صديقي عامر الجابر يحتفظ بمعظمها بخط اليد، وربما ينتظر وفاتي لنشرها في كتاب مطنطن يعوض فيه عن خسائره في البورصة، لكني أعتقد أنه سيرفع من مجموع خسائره 1000 دينار أخرى على الأقل. أكثر من مرة دعتني الصديقة الأستاذة زينة كراتشة للمشاركة في مظاهرات تنطلق من أمام مجمع النقابات، وكنا لا نجد هناك أكثر من 20 شخصا وبعض الفضائيات، فنعود مخذولين لأن المظاهرة تحولت إلى مؤتمر صحفي لبعض الثرثارين، ونلوم زينة التي ما عادت تزعجنا برسائلها النصية ولا مكالماتها المنفعلة. لذلك أدعوها فورا إلى مشاركتي في إنشاء شركة المتظاهرين الأحرار. هكذا يستطيع الحزب الشيوعي مثلا أن ينطلق بمظاهرة عرم رمية أكبر من أي مظاهرة يمكن أن يقترفها حزب جبهة العمل مقابل 4000. سعر المظاهرة طبعا عندنا أرخص بكثير من ألمانيا، فهو أولا يتخلص من فائض القيمة ويحافظ على طهارته الثورية، وهو ثانيا يجعل راياته ترفرف في سماء الوطن دون أن تلتهب حناجر أعضائه وعضواته أو يتعرضون للحنتش بنتش. طبعا المتظاهرون المرتزقة مؤمنون شامل صحيا وضد الغير، وهناك إعادة تأمين وإعادة إعادة التأمين، ويمكن أن ندفع لهم أكثر في المشاجرات العشائرية بعد تعريضهم لدورات عسكرية في لهد الشباري وفنع وصهد الجناوي. أنا مشغول في البحث عن شركاء لتنفيذ الفكرة، فالزبائن ينتظرون على أحر من الشطة.